هذا أيضا من الأكاذيب. وأيضا توجد قصة أو كلمة على لسان الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام يتحدث مع عود الأراك، وهو قوله: حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. طبعا هذه مشهورة على الألسن، ولكنها ليس هناك مصدر صحيح وردت فيه في الكتب المعتبرة. وأيضا مما نسب زورا وبهتانا للإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام قوله: يا ليتني كنت ترابا تدوسه الأقدام، ولم أكن بشرا تذله الأيام. وهذا من الأكاذيب التي تنسب إلى الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام. وأيضا من الأكاذيب: قيل للإمام علي: كيف ترد الإساءة لمن يستحقها؟ قال: هيهات أن تغلبني نخلة يرميها الناس بالحجارة فترميهم بالرطب. هذا أيضا من الأكاذيب التي لا أصل لها. أيضا سئل الإمام علي، سأل الإمام علي عليه أفضل الصلاة: ما معي أنا نور للمستوحشين في الظلام؟ قال: أجاب: ولدي الحسين يزورك في قبرك. وهذا كلام باطل ولا أصل له، بل هو من الأكاذيب. وأيضا مما نسب إلى الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام قال: لو ركب الإنسان الريح هربا من رزقه لركب الرزق البرق ليلحقه. هذا نفس الكلام لا أصل له، ليس له أصل. نعم، ممكن تكون روايات قريبة من هذا المعنى، ولكن هذا النص ليس له أصل في الكتب المعتبرة. سئل الإمام علي: من هو الأفضل، أخوك أم صديقك؟ قال: ما أحلى أخي أن يكون صديقي، وما أحلى صديقي أن يكون أخي. هذا أيضا من الأكاذيب التي ليس لها أصل. هذا أيضا من الروايات المنسوبة للإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أنه قال: الوالد في بيته كالنبي.